فيما يتعلق بزيارة الحكيم إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعني هل فعلا أن الإطار التنسيقي يعول على هذه الزيارة أو على أي وساطة ربما تقوم بها الدول الإقليمية للخروج من الأزمة؟ وهناك من يقول أن السيد الحكيم سيطلب وساطة السعودية بين الإطار والتيار. أول شيء أرحب بكما وأرحب بالأستاذ حمزة وأرحب بالمشاهدين الكرام. طبعا هذه الزيارة كان مخطط أو معد لها قبل أسابيع جدا كثيرة وقبل حتى ما تكون الأزمة، لكن كانت تؤجل لأسباب عديدة لحين ما كانت يعني مواكبة أنه بعد الحوار الوطني. اثنين، اليوم السعودية لديها حدود 800 كيلو مع العراق وهي جارة مهمة، ويعني أي بلد يكون قريب على أي بلد ثاني من مصلحته أن يكون البلد هادئ. وكانت زيارة السيد الحكيم اليوم هي أولا لتطوير العلاقات بيننا وبين السعودية، وثانيا هي أيضا لإعادة دور السعودية المحوري يعني في المنطقة وفي العراق. اليوم نحن بحاجة لتدخل جميع الدول، حتى لو كانت يعني الدول تدخل لمصلحة العراق والشعب العراقي، فمو ضير أن تتدخل السعودية وغير السعودية، لكن أنه طلب هو من السعودية التدخل هذا أمر عاري عن الصحة. وكانت هي الزيارة فقط وهذا لكن يا دكتور أحمد، يعني لم نأتي احنا يعني بهذا الكلام من جيبنا، ولا لكن هذا ما قاله القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي من أن الحكيم سيطلب وساطة السعودية للتوسط بين الإطار والتيار. شوف احنا ما انا قلت في بداية كلامي قلنا بالعكس انه دور السعودية اليوم دور محوري في المنطقة، واليوم السعودية هي اصلا مهمة وجدا مهمة في المنطقة، ولديها حدود مع العراق 800 كيلو وهي جارة مهمة في العراق، وهي تتمتع بعلاقة طيبة مع جميع الكتل السياسية مع التيار وغير التيار الصدري داخل يعني الكتل السياسية. واليوم من المهم ان تتدخل يعني السعودية، ولا ننسى نحن اليوم العراق هو جزء من دول التعاون الخليجي وجزء من الجامعة العربية، والسعودية ايضا هي جزء من الدول التعاون الخليجي وجزء من الجامعة العربية، فلا ضير في التدخل السعودي أو في الوساطة السعودية. ولكن هل أنه طلب هذا الشيء مباشرة؟ لا، ولكن السعودية يجب أن تتدخل ويجب أن تتصل بالأطراف العراقية ويجب أن يكون لها دور محوري في هذه الأزمة. أما عن الزيارة وقبل الزيارة يعني الحوار الوطني، إحنا من بداية الأمر دعينا جميع الأطراف السياسية إلى الحوار، ودعينا جميع الأطراف السياسية إلى أن تكون مصلحة الوطن مغلبة على الجميع. شوف كل شيء اليوم في العراق ممكن أن يحل في الحوار، غير الحوار ما ممكن أي شيء يحل، من مثل ما يقول ألف ساعة من الحوار ولا ساعة من القتال. ولهذا السبب اليوم نحن نريد أن نجنب البلد ما لا يحمد عقباه، ونريد أن نجنب البلد أيضا التدخلات الخارجية اللي ممكن تؤدي إلى الاقتتال الداخلي.